السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد السلام صالح، واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على قناة عالمكم. في فيديو اليوم يا اصدقائي رح نتعلم كيفية تصميم مشروع متكامل احترافي بارتباطات تشعبية على برنامج باوربوينت. للحصول على هذا المشروع كامل وقابل للتعديل مجانا، رابط التحميل رح يكون بوصف هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ بفيديو اليوم، لا تنسوا تدعمونا باللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل شيء جديد. وطبعا يا اصدقائي، للحصول على قوالب الباوربوينت وقوالب الانفوجراف الموجودة على موقع عالمكم، رابط موقع عالمكم راح يكون بوصف هذا الفيديو. في البداية اصدقائي، راح ننقل باليمين ضمن مساحة العمل ومن تنسيق الخلفية تعبئة متدرجة من ثلاث الوان. اللون الاول راح نختاره بهذا اللون، واللون الثاني راح نختاره بهذا اللون، واللون الثالث رح نختاره بهذا اللون. رح نتوجه الى اتجاه ورح نختار، وليكن رح نختاره من اعلى اليسار الى اسفل اليمين. طبعا اللون في المنتصف رح نحطه الموضع 50 بهذا الشكل. رح نتوجه الى قائمة الدراج، ومن اشكال رح نختار دائرة، ورح نرسم دائرة بهذا المكان. هاي الدائرة رح نحطها بدون اطار، ورح نقرأ عليها باليمين، ومن تنسيق الشكل تعبئة صورة أو نسيج من إدراج من ملف، ورح نجيب صورة. رح نتوجه إلى تنسيق الصورة اقتصاص، ورح نظبط أبعاد الصورة بهذا الشكل. تمام هيك أصدقائي، هلا رح نتوجه إلى قائمة إدراج، ومن أشكال رح نختار مرة ثانية دائرة، ورسم دائرة بهذا المكان. رح نحطها كمان بدون إطار، والتعبئة رح نختارها باللون الزهري. رح نتوجه إلى تأثيرات من حواف ناعمة، رح نسوي حواف ناعمة 100%، ورح نكبر الدائرة شوي بهذا الشكل. رح نتوجه إلى التعبئة والخط، ورح نعطيه شوية شفافية بهذا الشكل. رح نقرأ على الدائرة باليمين، ورح نعطيها النقل إلى الخلفية. هاي الدائرة رح أكرر بضغط على كنترول وسحبها، وراح أغير فقط اللون إلى اللون الأزرق الكاشف، وراح أقرأ عليه باليمين، وراح أعطيه النقل إلى الخلفية. راح أتوجه إلى قائمة إدراج، ومن أشكال راح أختار قوس ممتلئ، وراح أرسم دائرة على قد هي الدائرة بهذا الشكل. راح أعطيه التفاف، والنقطة الصفر الموجودة هون راح نقوم بسحبها بهذا الشكل، راح ننزلها لتحت هيك. بهذا الشكل. هاي الدائرة أو هذا القوس رح أحطه بدون إطار، والتعبئة رح أختاره باللون الزهري. رح أتوجه إلى تأثيرات، ورح أحط لها التوهج بنفس اللون. رح نزود الحجم شوي، والشفافية كمان رح نزودها شوي بهذا الشكل. رح أعطيها شوية استدارة بحيث تكون معي بهذا المكان. هلا أصدقائي رح أجي على الشريحة الأولى. أنا هون راسم خط مستقيم مع دوائر، وحاطط هون نص وهون نص. هدول راح اقوم بنسخهم كنترول سي، ولصقهم بهذا المكان كنترول في. راح نجي لهون راح نحدد العنوان كنترول سي، وراح نجي لهون كنترول في، وراح احطه برا، وراح نتعلم كيف سوينا هدول الاشياء في النص. هذا النص راح اقوم بنسخه كنترول سي وكنترول في بهذا الشكل. طبعا هون حطيت نوع الخط وحطيت له بولد، راح كبره، وراح احط النص بهذا المكان. هلا هذا النص راح اقوم بتكراره بضغط على كنترول دي من الكيبورد، راح طابق النصين فوق بعض، والنص العلوي راح اختاره باللون الزهري، وراح اقرا عليه باليمين، وراح اعطيه نقل الى الخلفيه. بعدين من الاسهم الموجوده على الكيبورد راح اقوم بسحبه لفوق بهذا الشكل، بحيث يطلع معي كانه شكل 3D. هذا النص الأبيض راح أكرره، وراح أجيب هذا النص كنترول سي وكنترول في، خليني أحط له نفس التأثير بحيث هلا انطبق عليه التأثير التفريغ. راح نقرأ على النص هذا باليمين، ومن تنسيق الشكل خيارات النص راح أحطه بلا تعبئة وإطار متصل، راح أختاره باللون الأزرق الكاشف، وراح أحطه نقطة واحدة بهذا الشكل. وهذا النص مجرد نص عادي،
أقوم بسحبه لهذا المكان، وعندي هون نص ومستطيل. طبعا قمت برسم مستطيل، خليني أرسمه من إدراج أشكال مستطيل ذو الزوايا المستديرة. رح أحطه بدون إطار، والتعبئة رح تكون باللون الزهري. خلينا نفك التجميع عن هدول وأخذ النص إحضار المقدم وحطه بهذا المكان. رح أحددهم، رح أنقر عليهم باليمين ورح أعطيهم تجميع. رح أحدد هلأ النصوص ورح توجه إلى محاذاة، محاذاة إلى اليسار بهذا الشكل. هيك أصدقائي بيكون تعلمنا كيف نسوي هدول النصوص. رح توجه إلى هاي الشريحة ورح أجيب القوائم Ctrl C و Ctrl V. طبعا هون إذا قربنا شوي عليهم رح نلاقي إنه عندي هدول النصوص كلاته نفس الشيء ما عدا القائمة اللي أنا فيها. طبعا هذا المستطيل رح يقدر يتحرك على كل قائمة أنا واقف عليها حسب العنوان اللي أنا موجود فيه أو حسب الشريحة اللي أنا موجود فيها. تمام، فعندي هذا العنوان مثلا مميز عن هذا إنه هو أكبر بدرجة منه ومحطط له بولد. طبعا في الشريحة اللي بعدها بعد ما وصل على هاي القائمة كما رح نسوي لها التمييز ورح نحط المستطيل الزهري وراها. تمام يا أصدقائي، هلا رح نكرر هاي الشريحة بضغط على Ctrl D. رح أحدد هدول الصور، هدول هني، رح أحدد كمان هذا القوس ورح أسحبهم لتحت. ليش ما حذفته؟ ليش سحبته لتحت؟ بحيث وقت تكون هون وانتقل تحول تدريجي على هاي الشريحة فهدول الأشكال ينزلوا لتحت بدل ما يختفوا يروحوا، فبينزلوا لتحت وبعدين بيختفوا. كمان النصوص الموجودة هون رح أحدد رح أسحبها لليسار بحيث وقت بيصير في تحول تدريجي هدول النصوص يطلعوا لبرا وهي الصورة تنزل للأسفل. تمام، بما أنه وصلنا في الشريحة الثانية هذا المستطيل رح نسحبه لهون عند هذا النص، رح كبره ورح سوي بولد. هاي رح أصغره ورح شيل البولد عنه بهذا الشكل. تمام، أنا هون يا أصدقائي مسوي شوية أشكال إنفوغراف، رح أقوم بتحديدهم ونسخهم Ctrl C و Ctrl V. رح سوي كمان لهي الشريحة تكرار وضغط على Ctrl D. رح حدد هلأ هدول الصوريات بما أنهم ما عاد إلو اللزمة معي لأن هن موجودين هون، يعني هن بعد ما نسوي تحول تدريجي هلأ رح نشوف وقت نشغل العرض فهن رح يطلعوا لبرا، وبعدين هون في الشريحة الثالثة أنا ما عاد إلي شغل فيهم. رح نجي عند العناوين، رح ناخذ المستطيل لهون، نسخة التنسيق، نجي لهون نسخ التنسيق. رح نجي على هاي الشريحة رح أحدد أشكال إنفوغراف Ctrl C و Ctrl V، كمان هاي Ctrl D. رح نكرر هاي الشريحة، رح نحدد أشكال إنفوغراف ورح نقوم بحذفهم ورح أجي لهون رح حدد الأشكال Ctrl C Ctrl V. كمان هون رح أغير العنوان، نسخة التنسيق، نسخ التنسيق. تمام هيك أصدقائي، هلا رح توجه إلى الشريحة الأولى، رح أجي على إدراج صور من هذا الجهاز، رح أختار الصورة اللي أنا حطيتها داخل الدائرة، أسوي الاقتصاص للصورة، هنقصها على قد المساحة اللي أنا بدي إياها، رح أحدد الصورة ورح أتوجه إلى تنسيق الصورة، راجع على حواف ناعمة ورح أعطيها حواف بهذا الشكل، رح أتوجه إلى تأثيرات ورح أحطلها شفافية 91 وليكن بهذا الشكل بحيث يكون الرجل معي ظاهر فقط بالخلفية شوي، ورح أعطيه نقل إلى الخلفية Ctrl C على باقي الشرايح نقل إلى الخلفية، Ctrl V نقل إلى الخلفية، Ctrl V نقل إلى الخلفية. تمام، هلا أصدقائي رح أحدد الهوم أو أحدد أول قائمة معي وأنقر عليها باليمين ورح أعطيها ارتباط تشعبي مكان من هذا المستند. الشريحة اللي أنا واقف عليها شريحة رقم 5، موافق. رح أجي لهون ارتباط تشعبي
شريحة رقم 6، ارتباط تشعبي شريحة رقم 7، وآخر عنوان شريحة رقم 8. راح أحددهم، راح أخذهم كنترول سي لهون، راح أحذف هدول كنترول في، بما أنه هدول مع الارتباط الشعوي فيها، حط الشكل هون نسخ التنسيق. تمام أصدقائي، هلا راح نتوجه إلى انتقالات، راح نحطها تحول تدريجي أو تحويل تدريجي، راح نحطها ثانية واحدة، المدة ثانية، تطبيق على الكل بحيث يصير على كل الشرائح. راح أجي على الشريحة الأولى، راح توجه إلى حركات، راح حدد هدول النصوص أول شيء، بس خليني حدد هدول سويهم تجميع، لأن عندي يان هون نصين، نص لون أبيض ونص لون زهري، بعد راح حددهم كلهم وراح أعطيهم عائم للداخل عرض جزء الحركة بحيث أشوف الحركات سويها هون. أول حركة راح سويها بعد السابق، باقي الحركات راح أخرهم شوي بهذا الشكل بحيث يطلعوا ورا بعض، ما يطلعوا دفعة واحدة معي بالشريحة. راجع الشريحة الثانية، راح أحدد هاي الدائرة، أعطيها نمو وتحريك، راح أحدد هذا الشكل تكبير وتصغير هون بعد السابق، وهي الدائرة كما راح أحطها بعد السابق بحيث بعد ما يخلص الانتقال تطلع معي الدائرة. راح أحدد هذا النص وراح أعطيه تضاؤل مع السابق، راح أحدد الدائرة، نسخة التنسيق على الدائرة الثانية، هذا النص نسخة التنسيق على هذا النص. راح نجي على هاي الشريحة، راح أحدد هذا النص نمو وتحريك بعد السابق، راح أحدد هدول، راح أعطيهم تكبير وتصغير من خيارات تأثير وسط الشريحة، راح أعطيها بعد السابق بحيث بعد ما تطلع هاي تطلع الأولى الثانية الثالثة الرابعة ورا بعض. راح أجي لهون، راح أحدد هذا الشكل الدائري نمو وتحريك بعد السابق، راح أحدد هاي راح أعطيها تضاؤل، وراح طبعا هاي راح أحطها بعد السابق كمان، راح أحدد هذا النص مسح من اليسار وراح أعطيها مع السابق بحيث وهي عم تطلع هاي الدائرة يطلع النص معه. راح أحدد هاي الدائرة نسخة تنسيق لهون، وهذا النص نسخة تنسيق لهون، ولكن راح أعطيه من اليمين حسب اتجاه النص. راح أحدد الدائرة الثانية، تمام هيك أصدقائي، اللي راح نتوجه إلى عرض الشرائح، إعدادات عرض الشرائح. راح أفعل خيار مستعرض دون مراقب من الشاشة بحيث وأنا مشغل العرض وين ما نقرت ما ينتقل إلى الشريحة اللي بعدها معي. خلينا نشغل عرض الشريحة لهذا المشروع ونشوف كيف المشروع طلع معنا. راح نجي على العنوان الثاني، العنوان الثالث، العنوان الرابع والأخير. هلأ إذا رجعنا على الشريحة رقم 2 أو العنوان الثاني، شوفوا كيف رح يطلع أشكال العنوان الأول مثل ما نحن سحبناه لتحت وعلى اليسار، شفتوا كيف كانت حركة الدخول، فهي هيك رح تصير حركة الدخول معي بعد ما أنا قمت بعمل دبل كليك لألون وتنزيله لتحت في هاي الشريحة. ولهون يا أصدقائي بيكون خلصنا فيديو اليوم. للحصول على هذا المشروع كامل وقابل للتعديل مجانا، رابط التحميل رح يكون بوصف هذا الفيديو. كان معكم عبد السلام صالح من قناة عالمكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.